هكذا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، تتجاوز قيمة استثماراته 500 مليار جنيه ويوفر ما يزيد على 7 ملايين فرصة عمل، يسهم أيضا بحوالي 14% من الصادرات المصرية. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية. أكد الوزير أن تعزيز الصادرات وبخاصة الصادرات السلعية يعد أحد أهم الأركان التي تعتمد عليها الحكومة المصرية في سياساتها، والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي متزايد ومستدام.